ونتحول الآن إلى آخر أخبار الطقس. نعم مرة أخرى مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا من جديد رجائي، وشكرا لك أيضا صحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة، نستعرض في أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 16 والجو فيها معتدل، في الأسكندرية 23-13 الجو فيها أيضا معتدل، في مطروح 22-12 الجو معتدل، في بورسعيد 23-15 الجو معتدل، في الإسماعيلية 24-13 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 24 درجة والصغرى 14 درجة والجو فيها معتدل، في العريش 23-11 الجو فيها أيضا معتدل، في طابة 22-14 الجو معتدل، في شرم الشيخ 28-18 والجو فيها معتدل، وفي الغردقة 28-17 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 30 درجة مئوية والصغرى 14 درجة والجو فيها أيضا معتدل، في أسوان 31-14 الجو فيها معتدل، في الوادي الجديد 30 درجة الدرجة العظمى والصغرى 10 درجات والجو فيها معتدل، أما في شلاتين فالجو هناك مائل للحرارة وتشير درجة الحرارة إلى أنها 29 درجة والصغرى 21، وأخيرا في حلايب 27-21 والجو فيها أيضا معتدل. وبشكل عام درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية تشير إلى درجة اعتدال. والآن مشاهدي الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.